بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب الملخص الفقهي من الفقه الإسلامي للدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 189. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وآله وصحبه ومن اهتدى بهديه، وبعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتحدث إليكم في هذه الحلقة امتداداً للحلقات السابقة في أحكام الجنايات، ونخص في حلقتنا هذه الحديث عن كفارة القتل. فالكفارة سميت بذلك اشتقاقاً من الكفر وهو الستر، لأنها تستر الذنب وتغطيه. والدليل على وجوب كفارة القتل الكتاب والسنة والإجماع. قال الله تعالى: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، إلى قوله تعالى: فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما. وروى أبو داود والنسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في القاتل: أعتقوا عنه يعتق الله بكل عضو منه عضوا منه من النار. وإنما تجب الكفارة في قتل الخطأ وشبه العمد، وأما القتل العمد العدوان فلا كفارة فيه، لقوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، ولم يذكر فيه كفارة. وروي أن سويد بن الصامت قتل رجلا فأوجب النبي صلى الله عليه وسلم عليه القود ولم يوجب كفارة. وعمر بن أمية الضمري قتل رجلا قتل رجلين عمدا فوداهما النبي صلى الله عليه وسلم ولم يوجب عليه كفارة. ولأن الكفارة وجبت في الخطأ لتمحو إثمه، لكونه لا يخلو من تفريط، فلا تلزم في موضع عظم الإثم فيه بحيث لا يرتفع بها. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لا كفارة في قتل العمد ولا في اليمين الغموس، كقول أحمد، وليس ذلك تخفيفا عن مرتكبهما. وذكر موفق الدين ابن قدامة رحمه الله وغيره أن القتل الخطأ لا يوصف بتحريم ولا إباحة، لأنه كقتل المجنون، لكن النفس الذاهبة به معصومة محرمة، لذلك وجبت الكفارة فيها انتهى. ومعناه أن الحكمة في تشريع الكفارة في القتل الخطأ ترجع إلى أمرين: الأمر الأول أن الخطأ لا يخلو من تفريط من القاتل فيحتاج إلى تكفير. الأمر الثاني النظر إلى حرمة النفس الذاهبة به. وأما العمد فلا تجب فيه الكفارة، لأن إثمه لا يرتفع بالكفارة لعظمه وشدته والعياذ بالله. لكن القاتل عمدا إذا تاب إلى الله تعالى ومكن من نفسه ليقتص منه، فإن ذلك يخفف عنه الإثم، ويسقط عنه حق الله تعالى بالتوبة، ويسقط عنه حق الأولياء بالقصاص أو العفو عنه، ويبقى عليه حق القتيل يرضيه الله تعالى بما شاء. هذا معنى ما قرره العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه الجواب الكافي. وتقدم في بعض الحلقات: فمن قتل نفسا محرمة ولو كان مملوكه أو كان كافرا معاهدا أو مستأمنا مولودا أو جنينا، كأن ضرب بطن حامل فألقت جنينا ميتا، من قتل واحدا من هؤلاء وجبت عليه الكفارة، لعموم قوله تعالى: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما. وسواء انفرد بقتل النفس أو شارك في ذلك غيره، وسواء كان القتل بمباشرة أو تسبب كمن حفر بئرا متعديا في حفرها أو نصب سكينا
ونحو ذلك من كل فعل ينتج عنه وفاة شخص فإنه تجب عليه الكفارة. قال الإمام الموفق رحمه الله: يلزم كل واحد من شركائه كفارة. هذا قول أكثر أهل العلم منهم مالك والشافعي وأصحاب الرأي انتهى. وتجب الكفارة على القاتل سواء كان كبيراً أو صغيراً أو مجنوناً، وسواء كان حراً أو عبداً لعموم الآية. والكفارة عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، ولا يجزئ الإطعام فيها، فإذا لم يستطع الصوم بقي في ذمته ولا يجزئ عنه الإطعام، لأنه تعالى لم يذكره. والأبدال في الكفارات تتوقف على النص دون القياس. ويكفر العبد بالصوم لأنه لا مال له يعتق منه، وإن كان القاتل مجنونا أو صغيرا كفر عنه وليه بعتق لعدم إمكان الصوم منه ولا تدخله النيابة. وقد وجبت الكفارة على كل منهما لأنها حق مالي يتعلق بالقتل أشبه الدية، ولأنها عبادة مالية أشبهت الزكاة، فتجب على الصغير والمجنون. وتتعدد الكفارة بتعدد القتل كتعدد الدية بتعدد القتل، فلو قتل عدة أشخاص وجبت عليه عدة كفارات بعددهم. وإن كان القتل مباحا كقتل الباغي والمرتد والزاني المحصن والمقتول قصاصا أو حدا أو لأجل الدفاع عن نفسه فلا كفارة في ذلك كله لعدم حرمة المقتول. أيها المستمعون الكرام، إن أداء كفارة القتل مما يتساهل فيه بعض الناس اليوم، خصوصا في حوادث السيارات التي تذهب فيها أنفس كثيرة، فقد يستثقل من تحمل المسؤولية في ذلك، يستثقل الصيام، ولا سيما إذا تعددت عليه الكفارات فلا يصوم، وتبقى ذمته مشغولة بهذا الواجب العظيم. كما أن هناك ظاهرة أخرى، وهي أن عاقلة القاتل قد لا تتحمل دية الخطأ، وإن تحمل أحد منهم شيئا منها فإنه يظنه من باب التبرع. ولذلك نرى بعض من حصل منهم القتل الخطأ يسألون الناس سداد الدية، وهذا تعطيل لحكم شرعي عظيم أدى إلى جهل الكثيرين به. وربما يكون بعض المتسولين باسم تلك الغرامة متحيلا، فيجب الأخذ على يده ومنعه من أكل المال بالباطل، والتحيل بواسطة حمل بعضهم صور صكوك غير حقيقية وقد يكون مضى عليها حين طويل من الدهر. إنه يجب التنبه لهؤلاء الكذابين وردعهم عن ذلك. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، ونسأل الله أن يغنينا بحلاله عن حرامه ويكفينا بفضله عمن سواه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.